Faute de frappe. Faute de frappe. اهلا وسهلا. 1840 اليوم. لا لا، هو اليوم باش نبدا من اللي منين كملنا البارح، وقت اللي ناجي قاعد يحكي على الكوميكات اللي كنا نتفرجوا فيهم قبل. وانت تعرف اللي برشا كلموني يحكيوا لي على الكوميكات اللي حكي عليهم ناجي البارح. ها باش نجيوهم باش نفهموا حاجه يمكن برشا ما نعرفوش الاصل نتاع الفكره شنو تنجيبها واحدة. اهلا وسهلا، منورين الحاضرين المستمعين والمتفرجين. معادينا البارح عاد جراندايزر وحكينا على الهدرة وصور المتحركة كل شيء. سألتوش رويحكم نهار مصدر الكوميكات هذوما منين وعلاش وبقداش وعلاش أغلبهم من اليابان؟ نبدأ الحكاية من الأول. نعرف توا أي عبد تسأله معناها تقول له تاريخ اليابان يقول لك هيروشيما وناكازاكي وبلاد الدقدقت وعاودوا بلادهم من الأول وهما محلاهم ومساكن وخدامة وكيوت وكل شيء، معناها هات صحيح. ما هو صحيح؟ حتى لعقاب الحرب العالمية الثانية كانت اليابان معروف عليها اللي هي دولة شرير، وهذا الحقيقة ما هو جوست معروف عليها، هذا كان صحيح في وقت الامبراطور معناها هيروهوتو من 1929 حتى 1945، البريود شوا في تاريخ اليابان. اسمها شوا معناها السلام المنير، وهو لا سلام ولا منير، اللي هو مع هيروهوتو الكل باش يموتوا. ظهر لي هكاك هي معناها، فهمتني؟ ولا سلام ولا منير. البريود هذه في تاريخ الكعبورة الأرضية هتلر يحشم على روحه أمور العمايل قدام الوقت هذا. اليابان أمور مساحة احتلت أكثر من ألمانيا، ظهر لي أكثر من النظام النازي بمرتين، يمكن احتلت الصين، ماليزيا، كوريا، فوقولوتا، هونغ كونغ، فيتنام وغيرهم، وفما أكثر من 20 مليون ماتوا في الوقت هذا. أوكي كما قلت أنت مع هيروهوتو ما كلهم ماتوا، ما حاجة ما صارتش. واللي صار في الصين ما يمكن فسخت برشا الحقيقة، خاطر بالرسمي فما مآسي وفما تصاور حتى ما حبيتش نحطهم. اللي صار اللي عملته اليابان في الصين، معناها افهموا لليوم في الصين فما معدل كل عام 200 فيلم يتعمل في معاداة اليابان لليوم، لليوم واحنا نحكيه 200 فيلم يتعمل كل عام. باش تقعد للدول تشوف فيك شرير هكايا؟ لا. وباش تقعد معناها تخرب في المعجزة الاقتصادية متاعك متاع عام 50 وكيفاش وليت انت ثالث في العالم اقتصاديا؟ لا، اليابان مشات للسوفت، للقوة الناعمة، عام 1000 للثقافة معناها تخاطب الشعوب ديريكت واللي هي دبلوماسية شعبية. في عام 1972 تأسست جابان فونديشن، هي تنشر الفنون والثقافة وخدمة على المونغا واللي دي سانز انيمي وهذوك، وكانوا مدعمين من الدولة اليابانية. مثلا أليس في بلاد العجائب قبل ما تعملها ديزني، كلها هذيك اليابانية، وتعدات في أغلب التلفز العربية السبعينات والثمانينات. ومش ديزني معناها، قبل كانت يابانية. هالو كيتي، شركة هالو كيتي في حد ذاتها اليوم تسوى أكثر من 4 مليارات. جراندايزر، ناروتو، كلنا نصرف عليها هالو كيتي. جراندايزر، ناروتو، الكابتن ماجد، درشنو، الكوميكات هذوكم الكل في الأصل. الكابتن ماجد طب شنا بدأوا نتذكرهم الكل، الكلهم كانوا يتعاملوا ويترجموا على حساب الدعم الياباني ويتعطاو بريسك بلاش. سبق ولاحق وبوكيمون وبخلاف لجو فيديو كل شيء. مسلسل أوشين نعرفش كان تعرفوه الياباني، تعدى في 65 دولة، كلهم ترجم بالفون متاع اليابان. هذا الكل باش اليابان تبدل الصورة متاعها، تعمل صورة سوفت. عام 2011 مثلا اليابان عملت استراتيجية توا ولات معناها بالرسمي هذايا الدولة تتحرك خليفة تحبوا الريق هذايا. عام 2011 اليابان عملت استراتيجية وميزانية اسمها كول جابان، اليابان التحفون، كوميكات والفاشن والتكنولوجيا ومنصة أعمال من الحكومة والقطاع الخاص ومجلس إقليمي. صدقني مجلس إقليمي سماع ظهر لي قد ميزانية تونس 12 مرة. اسمع هذايا للتسويق برك. وفما حتى وزير متاع كول جابان، وزير وزير جملة معناها. عام 2013 تعمل صندوق كل جابان للاستثمار، كل جابان فونديشن، لدعم الشركات اللي تنجم تسوق لصورة اليابان سواء بالمنتجات ولا بالخدمات. شوف العباد وين مشيت. هي أصل الفكرة هذه يا راول نحكي لكم فيه، مشيت فيها اليابان الكل. جرد صحافي أمريكي اسمه ماجري دوغلاس عام 2002 كتب في إف بوليسي، كتب اللي اليابان تنجم تستثمر برشا في الثقافة متاعها وتنجم تعاونها حتى في الاقتصاد. يا أخي الحكومة متاع اليابان سمعوا كلام الصحفي هذا ومن وقت عملوا استراتيجية وحطوا الفلوس. وشوف تصويرة اليابان كيفاش نشوفوها اليوم اللي هي مختلفة على الأخر على الأصل وعلى التاريخ. فما 60% بريسك من الشعب العالم بويسكو الدونسيتي متاع البوبيلاسيون في الصين أكثر. كي تزل وتقول شكون دولة شريرة قبل تلقاه النازية وهتلر ما يعرفوهاش، في شريتنا نحن من الكوكب نعرفوها، هما يعرفوا اليابان وشنو عملت قبل. تشوفوا أهمية صورة البلاد في الخارج وأهمية التسويق وكذا.
اعطيني التسويق نتاعنا نحن خويا في بروكسل. اوفرير دو نوفيل بيرسبكتيف دون لي رابور افيك لونيون اوروبيان اي افيك لو موند انتي. Nous sommes entrés aujourd'hui dans une nouvelle phase de l'histoire. Il nous faut de nouvelles idées. Il nous faut également de nouveaux concepts. Et quelles nouvelles idées? Quelles nouvelles idées? Chaque fois que le Sahel raise quelles nouvelles idées, tu as quelles nouvelles idées? Ou alors tu as déjà les nouvelles idées? Nouvelles idées, on a nous en Tunisie, tu es rentré fait, on est en Bruxelles, غادي. Quelle nouvelle idée, قالها. Hey, whatever, tu te fais, معناها تلوج على افكار جديده معناها. قلنا لا هي. معناها افكارنا نحن تحب تعرفهم هي بالمسبق. كلام هذا تسؤال يتسال الرئيس. Nouvelles idées et surtout permettre à la société civile qualifiée de civile depuis le mais permettre à être un acteur politique actif. C'est un acteur politique actif, ce n'est plus la définition de Hegel ou de Gramsci. باهي هكا ريتيام لي نوفو زيدي ارتحتي توا ما نعرفش حتى شكون لي جورناليست ريتيام نوفو زيدي معناها بون هو جرامشي مات 1937 مش نوفو برشا معناها والديزويتيام ما نعرفش انا كان يحكي على ديزويتيام سيكل ولا ديزويتيام اروندسمون خاطر فيه المولان روج غاديك وفي برشا جو المهم معناها مش نوفيل ايدي برشا معناها اما نجمو نقولوا ديزيدي قدم ريفيزيتي كما الصناعة التقليدية حاجة هكا معناها يا خويا فك علينا اش معزنا نحن البروكسيل ونجي كما قالي في الأفت قالي تونس ما تبعوش برشا البروكسيل نرجع نحكيو على القروض وديون متاعنا خير شكون نشوفو نحكيو على قروضنا وديوننا حاتم المليك لا حاتم ولا ساكن معايا في الكرونيك أنا حاتم لا لا خبير اقتصادي زعما شكون باش يحكي لي على الديون أنا عندي برشا ما سمعتوش اسمع من هنا اسمعني انا في الديون انا كاتب عليه كتب ومتخصص في العفو اسمعني انا في الديون صلي يعني بيه سيسر صلي يعني بيه حتى الديون باش معناها نسباهم لي وسع بالك توفيق الراجحي وزير سابق وايكونوميست والدنيا سالوا ليس الغربي البارح تونس تعطالها مليارات المليارات وتم نهبها وما مشاتش للشعب التونسي هذه مقوله صحيحه ولا غلط هذا محض خيال هذا محض خيال غلط والله ما قلتهاش انا قالها مسؤول في الدوله ويعرف روحه شي يحكي وخادم على البنك الافريقي وغيره صلوا على النبي يا جماعه راهو اليوم واحنا نحكيه السلطه التنفيذيه والقضائيه والتشريعيه في بروكسل قعدنا وحدنا هكاك عباره راكدين والباب محلول ستر رب زينيز